ثلاث اصدقاء ديال المبتدا عليه وقالوا لي بانه بالفعل جاوا الناس من المندوبيه وداروا البحث واخبرناهم بما وقع بالضبط بالضبط. قلنا لهم بان السيد فلان تعرض لله وانا افاجئ في الجواب كيقولوا لي هادشي ما كاينش. وجهت شكايه الى الوكيل العام بالرباط لحد الان لم اتلقى جوابا، على الاقل الاخرين جاوبوا هو باقي ما جاوبش. وانا من هذا المنبر اقول باش ما نبقاوش عندنا مشكل ان انتهاكات تقع ملي كتخبر بها الجهات المعنيه، اما انها تتفاعل بشكل سلبي او لا تتفاعل بالمره. واذا توجهتي الى منظمات الدوليه يلصقون بك بان انت لا الكلام هذا ما كاينش، وهذو يريدون الاساءه الى المغرب، ما كاين باس. الاجهزه التي تهتم بالوضع السجني في المغرب وتهتم بالوضع الحقوقي، ولا اخاطب الجميع، سواء فيما يتعلق بالاجهزه الرسميه او المنظمات الحقوقيه التي يعنيها ما يقع في السجون، انا مستعد للتواصل مع اي جهه رسميه كيفما كانت، ونعطيهم البيانات ديال الاشخاص الذين تعرضوا للاعتداء. والحالات كثيره، ما نقدرش نذكر كل شيء، لان تصوروا ان بعض المعتقلين يرفض، كيقول لي لا انا المهم ماشي مشكل، ضربني فلان، كيعرف شكون، واش رئيس المعقل ولا. ولكن الله يخليك استاذ، ما هذا الشيء ما يتجبدش، ما بغيت نسلك القضيه العقوبه ديالي بشي حاجه، راه الا خرجتي هذا الشيء غادي يزيدوا يتكرفصوا عليا وغيضيقوا علي. وهنا انا لا اقول بانه كل جميع الموظفين في السجون جميع المديرين، لا بالفعل، لا بالعكس، كاين بعض المديرين فضلاء، كاين بعض المديرين ما المعتقلين كيحكيو، ما كيحكيو عليهم الا الخير، يتجاوبون وبالعكس كيمشي معاك في اطار القانون. كاين بعض الموظفين اللي بالفعل يتمتعون بعقلية التأهيل والإدماج، وأن هذاك السجين بركة راه عنده العقاب ديالو هو أنه إذا ذلك السجين بعض المرات يحتج من طرف الإدارة بأن لا هذاك لم يحترم الضوابط، أي ما احترمش الضوابط غادي يديروا المسطرة التأديبية، إذا ارتكب جريمة كاع وسط السجن غادي يدير له المسطرة، غادي تستدعي الضابطة القضائية، غادي يديروا محترمهم كيعرفوا القانون. كل شيء معطر بالقانون، اللي غير معطر بالقانون هو تخلي ضربوه تكرفس عليه ضربوه تسبلو مو شدو با دينو، هذا اللي ما معطرش بالقانون، ما كاينش، ما عندناش، بغاو يعطروه يديروا له قانون.